قيس ضايل ايام بسيطه على الانتخابات وبتاريخ 10/9. واليوم نسال كيف بدنا ننتخب الدائره المحليه في دائره بيدو الشمال، وكيف بدنا ننتخب على القائمه العامه في دائره بيدو الشمال. خصصة لدائره بيدو الشمال 3 مقاعد، مقعدين تنافس ومقعد خصصة للمراه. ترشح في دائره بيدو الشمال 7 قوائم على الدائره المحليه. طيب اليوم كيف بدنا نصوت للدائرة المحلية وكيف بدنا نصوت للدائرة العامة في يوم الانتخابات؟ تمام، لما توجه على مراكز الاقتراع والفرز الخاصة فينا راح يقوم رئيس لجنة الاقتراع بتسليمي ورقتين اقتراع. بالنسبة للدائرة المحلية يجب أن أقوم باختيار القائمة والمرشحين داخل هاي القائمة، أما بالنسبة للقائمة العامة يجب اختيار اسم ورمز قائمة فقط. طيب متى تعتبر الورقة تاعت القائمة المحلية لاغية؟ ومتى تعتبر القائمة العامة ورقتها لاغية؟ بالنسبة للقائمة المحلية يجب اختيار قائمة واحدة فقط ومرشح أو أكثر داخل هاي القائمة. يعني احنا بنحكي بس قائمة واحدة مرشح أو أكثر من نفس القائمة. من نفس القائمة. فإذا صوتنا لمثلا قائمة واحدة ومرشحين في قوائم مختلفة تعتبر ورقة لاغية. نعم. والقائمة العامة كيف تعتبر لاغية؟ القائمة العامة لا يوجد فيها أسماء مرشحين، فيجب اختيار اسم ورمز قائمة واحدة فقط.